الموقف الإخباري مشاهدي قناة النيل الأزرق لهذه الليلة، أهلا بكم. قال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان إن لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال العامة تجربة فريدة من نوعها تم تكوينها بموجب الوثيقة الدستورية. وأوضح الفكي لدى مخاطبته بفندق السلام روتانا بالخرطوم الافتتاحية لورشة الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي، والتي نظمها مجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أوضح أن اللجنة لا تستهدف كافة منسوبي الحزب المحلول في مؤسسات الدولة، ولكنها تستهدف الموجودين في المفاصل ويعملون على إعاقة عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. من يونيو عن طريق عمليات الفحص، ده أمر جديد في إزالة الأنظمة السابقة. طبعا بلدنا عانت كثير من الانقلابات وعانت كثير من بناء شموليات، كان التطهير من مؤسسات الخدمة المدنية يتم عبر القوائم السياسية التي لا تعرف من أين تأتي ولا تعرف من الذي عليك أن تسأله حتى تستعلم لماذا تمت إزالتك من الخدمة. هذه التجربة، تجربة اللجنة، تجربة جديدة، ونحن نهديها من السودان للإنسانية جمعاء، بأنه كيف يتم تفكيك النظام الشمولي وفقا للأطر السياسية والقانونية الكاملة. لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو هي لجنة تكونت بموجب الوثيقة الدستورية التي نصت في المادة الثامنة اللي هي المختصة بمهام حكومة الفترة الانتقالية في البند 15 على ضرورة تفكيك دولة الحزب الواحد. ولأنها إحدى مهام الحكومة الانتقالية بأكملها، فإننا نعمل بتعاون تام في كافة أجهزة الدولة من أجل تحقيق هذه المهمة الكبيرة والتي تعتبر إحدى أهم مطالب الثورة. قال وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف إن لجنة نظام 30 من يونيو واسترداد المال العام تقف في صدارة أجهزة الثورة والدولة، وأكد لدى مخاطبته ورشة عمل حول الممارسة الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي أن اللجنة تقوم بعملها ليس من باب التشفي، وإنما وفق أسس وعوامل التغيير وتطهير المؤسسات من عناصر النظام المباد دون انتهاك حقوق الإنسان. أن يحدث تحول مدني ديمقراطي في السودان، لطالما ظل شبكات النظام السابق منتشرة في مؤسسات الخدمة المدنية والمؤسسات الأمنية والعسكرية وفي السوق وفي حتى الأندية الرياضية، لم تسلم من تمدد وسيطرة النظام السابق. جدد عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور حرص حكومة الفترة الانتقالية وعزمها على تحقيق السلام الشامل بالبلاد ومواصلة التحول الديمقراطي المنشود، وبحث خلال لقائه بالقصر الجمهوري القائم بأعمال السفارة الكندية بالسودان باري باركسون العلاقات السودانية الكندية وسبل تطويرها وترقيتها. كما استعرض اللقاء جملة من التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية وجهود الحكومة لمواجهتها، إلى جانب سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان والمساعي الجارية لاستكماله مع الحركات التي لم توقع بعد. تناولت في لقائي مع عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات وترقيتها بين الخرطوم وأوتاوا. أنا هنا أؤكد أن الحكومة الكندية تسعى لتطوير علاقتها الدبلوماسية مع السودان وتقديم المساعدة والدعم لحكومة الفترة الانتقالية، وذلك لإنجاح عملية التغيير الكبيرة التي حدثت في السودان بفضل
ثورة ديسمبر. في الحقيقة اللقاء مع دكتور صديق تاور كان مثمرا وهادفا. أكدت وزارة التربية والتعليم العام عام 2021-2022 مشيرة إلى أنها أكملت الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي. ونفى الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم سامي الباقر في تصريح لقناة النيل الأزرق ما يتم تداوله من شائعات في بعض من وسائل التواصل الاجتماعي حول تأجيل العام الدراسي، وقال إن الدراسة ستبدأ بولاية الخرطوم وعدد كبير من الولايات الأخرى صباح غدا الاثنين، موضحا أن الوزارة بدأت في تسليم الكتاب المدرسي بينما توافقت كل ولاية في عملية إجلاس التلاميذ والتي تساهم فيها الحكومة لتحسين البيئة المدرسية. احتفلت وزارة التربية والتعليم اليوم بختام فعاليات اليوم العالمي لمحو الأمية للعام 2021 بوزارة التربية والتعليم، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو مكتب الخرطوم تحت شعار محو الأمية من أجل تعافي محور السلام. وأكد دكتور محمد سعيد الأمين العام للمجلس القومي لتعليم الكبار أن المجلس بالتعاون مع الشركاء يعمل على توسيع أهدافه لتعليم عدد أكبر من المستهدفين، مشيرا إلى أن البرنامج يشمل كل أنواع التعلم لتحقيق تنمية مستدامة وزيادة دخل الأسرة والفرد. يحتفل به العالم بدوله المختلفة لإحياء ذكرى محو الأمية وتعليم الكبار. نحن بمحو الأمية وتعليم الكبار ما عادت محو الأمية هي فك الخط، واللي هي تعليم القراءة والكتابة فحسب، وإنما هي مهارات وحرف وتدريب مهني، واللي هي لإدرار سبل كسب العيش وهكذا. فمحو الأمية وتعليم الكبار أصبح يحمل هم التنمية المجتمعية المتكاملة، وهو برنامج يدرب كل الذين فاتهم قطار التعليم وإدخالهم في برنامج التعليم. أقام صالون الإبداع للفنون والثقافة والتنمية بالتعاون مع جامعة الأحفاد واتحاد الكتاب حلقة نقاش حول تدشين كتاب الدكتور محمد المصطفى موسى الأصداء العالمية للمهدية. قدم أوراق المناقشة البروفيسور حسن أحمد إبراهيم ودكتورة ميمونة مرغني ودكتور محمد المهدي والدكتور عبد الرحمن الغالي، حيث حظي النقاش بمشاركة أدباء وسياسيين وعدد من قيادات حزب الأمة. أما رياضيا، وبملعب مدينة أمدرمان تعادل فريق الهلال السوداني أمام نظيره فريق فاسل الأثيوبي بهدف لكل بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل في المباراة التي جرت بينهما في إثيوبيا، ليتأهل الهلال إلى دور الـ 32 من دور أفريقيا. تنطلق في هذه اللحظات مباراة المريخ السوداني وفريق الإكسبريس اليوغندي في إياب دور الأبطال من الأندية الإفريقية بملعب شيكان بمدينة الأبيض. بعد خسارة المريخ الجولة الأولى بيوغندا بهدف لهدفين، يحتاج المريخ اليوم الفوز بهدف حتى يضمن التأهل إلى دور الـ 32 من دور أبطال إفريقيا. شكرا مشاهدينا لكرم المتابعة، ختاما تقبلوا تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء.